بكي يا ولد، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ ايش عاملين؟ ان شاء الله كويسين. اليوم لازم نقول نتيجة الرجيم. ابدا مقدماتي من غير مقدمات. طيب، الاسبوع اللي فات قلت لكم انه انا المفروض انحف 7 كيلو، وكان في تحدي على 7 كيلو. طبعا انا ما نحفتهم، اكيد يعني اكيد اكيد ما يبغى لها كلام، ما نحفتهم. طيب، الأسبوع اللي فات كان وزني هو 82.8، وهذا الأسبوع لما قس وزني طلع 79.3، يعني نحفت 3.5 كيلو. صغرتي انشراح. المهم شيء أسم الله شيء. طبعا وكان في أحكام، طبعا كلكم تحمستوا لما قلت لكم حأتعاقب وزي كذا، فننزل نشوف شوية تعليقات. عندنا هنا كانت بلينكتن اللي هي فوز تقول انها تبغاني احققها ونخقق كذا، يعني عقب لطيف زيها. اتذكر كان في عقابات. اوكي، هنا في عقاب. يا تكمل اسبوع زيادة من الرجيم، يعني تمشي 10,000 خطوة. ما راح اكمل الرجيم اسبوع زيادة، لانه الرجيم هذا كان كان مفروض 14 يوم، انا سويته 10 ايام. السبب انه مليت من الفطور، رز 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 ما قدرت فوقفته. كسرنا طبعا الرجيمات هذه، معروف انه هي لازم لما تكسري فيها يكون كسرتك قوية، يعني تاكل اكلة مضبوطة. احنا اكلنا برجر، اكلنا ماكدونالدز عشان عفوا عشان الكسرة. اوكي، فطبعا انصدمت المعدة مرة، يعني لانه انت طول الاسبوع ما بتأكلها شيء وفجأة كده تأكلها ماكدونالدز، انصدمت المعدة مرة. فحنبدأ ان شاء الله يوم السبت رجيم تاني. الرجيم التاني حيكون شوفان ولبن او شوفان وحليب على الفطور. بعدين اليوم الاول حيكون عندنا تفاح، ناكل كمية اللي احنا نبغاها كتفاح. اليوم الثاني برتقال، ناكل كمية اللي احنا نبغاها في البرتقال او يوسف افندي. ثالث يوم كيوي، ناكل كمية اللي احنا نبغاها. ورابع يوم سلطة، ناكل كمية اللي احنا نبغاها. وسادس يوم هو حيكون اخر يوم قبل كسرة الرجيم، وحيكون فواكه مشكلة. الاسبوع اللي فات الرجيم اللي فات نحس فيه 3.5 كيلو، كان 10 ايام مدته. هذه المرة حنسوي بس 6 ايام، ف هحط لنفسي 2 كيلو. 2 كيلو انه انحفها بهذه 6 ايام. تمام، اذا نحفتها انا راح احكم على كمونة حكم. اذا ما نحفتها كمونة حتحكم علي حكم. ليش اخترت كمونة؟ لان انا حسوي عقابها، وهو ان انا امشي 10,000 خطوة راح أبدأ فيه إن شاء الله بكرة إذا قدرت أو السبت. بما إني يعني مع الرجيم أساساً حيكون عندنا كوتشينيم سورا. سورا عكسنا، إحنا بننحف هي تبي تدخن. فإذا أحد منكم بيعاني من النحافة الزايدة وبده يدخن يقول لي، وأنا أخليها أصور لكم فيديوهات وتنزلها في قناتها أو في قناتي حسب تفرغها. الأشياء اللي تجيب معها نتيجة على التخن حنقول لكم عليها. بالنسبة لي أنا بشارككم بالنحف، فأي أحد تخين أتمنى أنه أعطيه دعم لو شوية بأنه ينحف، وأتمنى أنحف، وأتمنى أنا قبل رمضان أوصل لوزن المثالي، مع أنه صعبة بس we can do it زي ما يقولوا. تمام، فحيكون رجيمنا الأسبوع الجاي شوفان مع لبن أو حليب، يوم تفاح، يوم برتقال، يوم كيوي، يوم سلطة، يوم فواكه مشكلة وبس. فانتظروني مع تطبيق حكم كمونة اللي هو 10,000 خطوة. ان شاء الله راح اصورها في الجوال كمان واوثق لكم اياها. اذا ما نزلتها في اليوتيوب فهنزلها في حساباتي او في المدونة، لانه يمكن ما اصورها فيديو، يمكن بس اصور لكم الشاشة وانه كيف بدأت وكيف انتهيت وكم اخذ معي وقت. المهم المشي ما بيتعبني. الاسبوع الجاي حيكون عندنا الرجيم مع رياضة، يعني اسبوع كامل حيكون فيه رياضة عشان بدأنا ننحف، فما بدنا يترهل جسمنا فلازم نشده قبل ما يترهل. فان شاء الله نهاية الاسبوع حكون حطيت لكم فيديوهات الرياضة كلها اللي اعطتنا اياها سورة، وحخليها تقيمني سواء صوت او كتابة واوريكم، ونشوف النتيجة ان شاء الله الاسبوع الجاي.
هل هنحف أكتر من 79.3 ولا هيكون وزني ثابت ولا هزيد؟ هيبقى معنا الأسبوع الجاي، نراكم لاحقا إن شاء الله. فايتين سلام ميدا، وشكرا لكل اللي تفرجوا على الفيديو واللي حطوا لايك واللي شاركوا الفيديو كل شيء، ولا تنسوا كمان هذا الفيديو تعملوا له مشاركة وتعملوا لايك.